أقام فرع ريف دمشق نقابة أطباء الأسنان الملتقى العلمي الخاص بالفرع على مدرج مشفى الأسد الجامعي بدمشق. هذا المؤتمر تظاهرة علمية مهمة نحن نجريها كل عام لمواكبة أحدث التطورات في علوم طب الأسنان، يلقيها من أفضل الأساتذة والباحثين في هذا المجال كي إيصال أحدث المعلومات والبرامج العلمية والمواد والأجهزة السنية لطبيبنا الممارس والأطباء الجدد. هاي الأيام العلمية هي لمواكبة كل التطورات وكل ما هو جديد في مجال طب الأسنان، لحتى طبيبنا يقدر يستفيد من كل شيء، تحديثات، كل شيء فيه خبرات سريرية، كل شيء فيه مهارات لحتى يقوي حاله ويرتقي بعمله في عيادته. طبعا من مهمة النقابة وواجبها تأمن هيك ملتقيات وهيك دورات لحتى الطبيب يقدر ينهل كل شيء بده اياه. نحن كأطباء أسنان كل سنة بتخرج من عندنا 3000 طبيب أسنان. الأطباء اللي متاح لهم انه يتابعوا اختصاصاتهم هن حوالي 10%، فعندنا نحن حوالي 90% من أطباء الأسنان هن أطباء ممارسين. يعني هن بحاجة دائما لحتى تقوم الجهات المعنية اللي هي النقابة أو وزارة الصحة أو التعليم العالي بتزويدهم بجميع الخبرات والمهارات اللازمة حتى تكون ممارستهم صحيحة وسليمة. محاضرات علمية ودورات تدريبية ومناقشات تضمنها الملتقى على مدى 3 أيام، بالإضافة لمعرض للأدوات والتجهيزات السنية. مشاركتنا اليوم بالمؤتمر الأيام العلمية لنقابة أطباء أسنان فرع ريف دمشق هو لمواكبة التطورات الجديدة بطب الأسنان. بالمحاضرين هن من أكفأ الأساتذة الموجودين بسوريا. طبعا هي لتعريف على أحدث الأبحاث والدراسات الجديدة للممارس العام يلي بتساعده بعيادته، ولإتاحة الفرص للخريجين الجداد بمواكبة التطورات الجديدة بالأبحاث والدراسات طبعا أكيد، إلى حتى تساعدهم وتسقل مهارتهم بالخبرة وتكسبهم خبرة عملية وعلمية. المحاضرة رح تتطرق لتعريفي بهذا النهج أو كيف نطبق هذا الطب المسند بالدليل في ممارساتنا العملية، والشق الثاني رح يكون هي أهم المواقع التي نبحث بها باستخدام الطب المسند بالدليل اللي هي الباب ميد، كيف نبحث عن المرشدات العلاجية التي نستند لها عند اتخاذ القرارات العلاجية، من أين نحصل على السيستماتيك ريفيو اللي هي أعلى ما تكون في هرم الإفيدنس بيست ميديسين. هدف الملتقى مواكبة التطورات العلمية والعملية وتلبية احتياجات الأطباء في جميع مجالات طب الأسنان.